أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن AEW Dynamite اللي كان في كندا بعنوان رجوع للأساس. استغلوا النجوم اللي كانوا موجودين في بداية الاتحاد وشفنا فيها تطور في القصص ومباراة مجنونة. نبدأ العرض مع احتفالية MJF ذري بار ميتسفا، محظوظ الولد. على طول اتمسخر على بريت هارد وقال شون مايكلز أحسن منه، وانا اتفق معاه. ايه هذا الموضوع هذا يسبب مشاكل. يقول بعد ما فز على براين دانيلسون اللي يعتبر احسن مصارع في العالم واحتفظ باللقب هذا يخليني انا في القمة، وسموني من الان The Iron Man، يعني لقب فكر فيه وايد، عرفتوا، طلعه من بطن مخه. كملوا الركس اول شيء حوالين الكرسي، شالوه وطلع على طول جونجل بوي، وانا تفاجأت لأن المنافس في بالي كان هاجمان بيج، بس هم خيار مختلف وجميل، ويعتبرون اثنين من الفور بيلرز. يعني توني خان مهتم بشباب الاتحاد وسامي جوفارا يطلع حلو غصب يدخله في كل شيء. من ناداك انت هم ثلاثة من الفور بيلرز ولا لا؟ الرابع يظهر، داربي ألن موجود. اوكي فهمنا الموضوع، لو كلهم موجودين بتكون رباعية على اللقب. جيز مان، لا خربت احتفالي، توي مستانس والكل يبغي فرصة. جنجل بوي قال آخر مرة لعبنا ضد بعض كان في دبل أور ناثينغ أيام الوباء، وطبعا أنت غشيت وفزت علي، عطوك كل فرصة تبيها وأنا كنت أنافس في دارك، بس أنت ما تلعب في دارك ولا حتى في رامبيج اللي ثلاثتنا نافسنا فيه، تاخذ وقت من المصارعين اللي يتمنون على الأقل 30 ثانية يظهرون على التلفزيون. أكيد الشركة تعتمد علي لأني نجم عكسكم أنتو. لا اسكت، انت غشيت وطلعت من الاتحاد غصب رجعوك، وانا نافست في الانديز لعشر سنوات، اشتغلت في مطاعم، واول ما وصلت دخلوني الانر سيركل وبعدها فريق جيريكو. مع الامور هذه كلها قدرت انجح ووصل لك. لا لا، انت شغلك تتضارب مع المصارعين ورا الكواليس. واو صراحة كلامه الصح، يعني ما خلى حد ما عمل مصيبة معاه، اول شيء ايدي كينغستون وبعدين أندرادي. داربي ألن يقول في الجامعة كنت بدخل مجال التمثيل، والأستاذ قال لي الشخصية هذه اللي أنت فيها ما تنجح في المجال ولازم تغير نفسك. هني عرفت أني بكون مصارع عشان أكون بالطريقة اللي أنا فيها وما أكون فيك. كان أفضل قرار اتخذته في حياتي. ويوم وصلت AEW توني خان قال لي كون نفسك ولا غير فيني شيء. مشكلتنا بالاتحاد أن النجوم يروحون السوشيال ميديا ويقولون مو مستانسين، نبغى فرص، طلعوني من العقد والأمور السخيفة هذه. نفسك أنت MJF. هني ماكس شل نظارة تشوف عيونه محمرة، المسكين شكله تعور عدل في مباراة ضد براين دانيلسون. يقول كل واحد فيكم ساعد أحد، وأنا ما حد ساعدني، ما حد كان معاي يمسك إيدي. حبي ووردلو فريته كأنه تشيز زبالة ولا كيف؟ حبيب ساعدك في كل شيء قبل ما تخرب مسيرته، صح ولا لا؟ جنجل بوي هاجمه والباقي معاه، صارت شربكة وماكس دخل في الكيك. سيجمنت مجنون يا شباب، وإذا بين شيء اللي أشوفه مهم جدا في الاتحاد أن توني خان يبغي يعتمد على عيال الشركة، وإذا بدالهم بخليها مباريات فردية بدال ما تكون مباراة واحدة رباعية وتختم القصة. يمكن سامي جوفارا ما يستاهل، بس الولد موهوب وغثيث في نفس الوقت. أما جنجل بوي قدم شغل خرافي مع كريستيان كيج، داربي فترته مع لقب TNT رفعت اللقب لمستوى ثاني قبل ما يخربون الموضوع. حتى ماكس قدم من أجمل مباريات السنة ضد ببرهوم. مستقبل AEW مشرق نقدر نقول، بس باقي الكليمد ياخذون ألقاب التاك تيمز مرة ثانية. كريس جيريكو كرموه في مدينته، ويوصل وقت مباراة البلاكبول كومبات كلب موكس كلاوديو وويلر يوتا ضد هانجمان بيج إيفل أونو وستو غريسون. المفروض خلاص انتهت عداوة موكس وبيج، بس شنقول بغيت أعرف ليش مكملين. بس اتأكدت اليوم ان فريق موكس اللي يشتغلون كهيلز شكله بيجلبون قريبا، والموضوع كله صار بسبب خروج ويليام ريغل. وسؤالي انا هني، هل براين بينضم معاهم قريبا؟ لانه ما ينفع يكون هيل، بس يوتا بيستفيد خصوصا في البروموز. ذبح ستو غريسون برا الحلبة مع البايل درايفر، ووحدة ثانية داخل الحلبة، هذا كيف يمشي ما ادري.
هانجمان بيج شغل الماكينة حتى تشوف سنتون من إيفل أونو، لين ما شافوا بعض الحبايب وجهز باك شات لاريت، ولكن ورا الحكم تشوف ويلر ضربه بالجرس. يما أقول لكم بيجلبون هيل ما تسمعون كلامي. حركة فيتاليتي بس ويلر يوقفهم، وستو غريسون استسلم مع تشوك، غسلوا إيفل أونو وانقذهم جون سيلفر وأليكس رينولدز. مباراة حلوة كانت، والقصة ما انتهت هني لأن كملوا الموضوع إلين نهاية العرض، بنرجع له بعدين. جوس روبنسون يقول الكل يسألني ليش هاجمت ريكي ستاركس، عاد أنا بضربة واحدة نومتك، وانت ايش سويت؟ ولا شيء، خصوصا يوم طيحتك على راسك، أذكر سويت عملية في رقبتك، إذا تبغي تنتقم تراني موجود. زين ليش هاجمته؟ ما قال السبب، لف ودار. الجواب ما كان صريح، توقعت يبدون فريق بوليت كلوب في AEW مع أفراد جدد، بالشكل بيكون فردي. مباراة لقب تي بي اس، من تنافس جيد كارجيل؟ تطلع من نيكول ماثيوز. شوف هي قديمة في الانديز وشاركت في الميان كلاسيك، بس مع كل احترامي اسم ضعيف يا بابا. وجيد تفوز سريع سريع، توصل ل 54 انتصار، الستريك مستمر. شوية هاجم رني باكيت وتطلع الأصلية تايا فالكري، كانت خدعة يا شباب. يناظرون بعض الجمهور يجنجنونه، ذكرتني بالعداوة القديمة، العداوة الأسطورية بين جاكلين ولونا فيشون. تايا تعمل جيدد على ليلى غراي، والحكام يوقفون جيد. أخيرا المباراة تستاهل، وإضافة جميلة لقسم السيدات. نعم، وحين متحمس للقب تي بي اس أكثر من لقب السيدات، على الأقل في شيء جديد. ريكي يقول سهل أنك تهاجم واحد من وراء وتقول تبغي فرص، أنت جزء من بوليت كلوب اللي كان ناجح في 2015. لا يا ريكي، لا تزيد الجرح. إذا عندك مشكلة معاي قولها في وجهي، أنت وفريقك. يعني هم يمكن نشوف فريق يتكون في AEW نايس، على الأقل أحسن من ديفيد فينلي. تخيلوا بس، من برنس ديفيد، AJ ستايلز، كيني أوميغا، إيفل، لا مو بإيفل. خلاص انسوا الموضوع، ديفيد فينلي قدو مخك وين. نشوف سيجمنت خايس كان أسوأ شيء في العرض مع فريق كيوتي مارشال على ستايل TMZ، طلع إيرن سولو هو اللي كسر سيارة ووردلو وخذ منه اللقب وأغراضه. واو، لقب TNT يا شباب. يعني توقعت باور هاوس يكون باور هاوس في العروض، يدمر خصومه ويقدم مباريات تستاهل، بس اللي صاير هني زفت بزفت. RIP لقب TNT. تشوف 7¾ قدم انش عملاق هندي ستنام مع جيف جارت بيلعب ضد أورنج كاسيدي على لقب انترناشنال. خلنا نسولف عن شيء أهم. في السوشيال ميديا قبل العرض أعلنوا عن الفوربيدن دور، بيكون بتاريخ 26 يونيو. شوفوا، لازم تسوون 3 مباريات اللي الكل يبغي يشوفها. زاك سيبر جونيور ضد براين دانيلسون، بتكون مباراة تكنيكال ودريم ماتش. جون موكسلي ضد ويل أوسبري، MVP في AEW ضد MVP في نيو جابان. وبعدين كيني أوميغا ضد كازوتشيكا أوكادا، عاد سلسلتهم في نيو جابان كانت أسطورية، وإذا لعبوا ضد بعض مرة ثانية متأكد بيقدمون مستوى خرافي. مع أني ما أعتقد تصير، لأن أوسبري يبغي لقبه، لقب الولايات موجود عن كيني أوميغا، فأكيد بنشوف ريماج بينهم وياخذ منه اللقب. وإذا بنكون واقعيين، لازم يقدمون مباراة بين حامل لقب العالمي في AEW مع الثاني في نيو جابان، يعني أوكادا ضد MJF. برول بروموز بيكون دمار. طبعا أوكادا ما بيقول شيء، وMJF يعني بيغسل على المايك، بس فكروا فيها، لو قدم مباراة مجنونة مع براين دانيلسون، تخيل المستوى مع الرين ميكا. كل هالأمور أحسن من مباراة أورنج كاسيدي ضد جيف جارت يا شباب. نعم، مع كل احترامي. جيف داز أورنج كاسيدي على الحكم، كان معاه الجيتار، توصل أوبري تمسك الجيتار، حيل كان صلب وقوي يعني. هني أورنج مسكه وستنام قال لا أنا أعرف أمسكه صح، عطني إياه. أوبري تشوفه وتطردهم. جاي ليثل يضربه بالجولدن جلوب، وللحظة قلت له صارت، الشايب بيفوز باللقب يا شباب. بس أورنج عمل كيكاوت، ترنت يوصل، حفلة صارت. نعم، الكل موجود، وأورنج بونش، كاسيدي يفوز ويحتفظ باللقب. زين، نتيجة إيجابية. والآن لو ريكي مشغول مع جوس روبنسون، كنوسكي تاكيشتا لازم ياخذ اللقب، وبنشوف مباريات مستوى من ليفل ثاني مع النجم هذا. فيديو كليب للأكليمد تكلموا عن فرحتهم مع الجمهور، وما يعرفون فرحتنا نحن بتكتمل لو فازوا بألقاب التاك تيمز مرة ثانية. يب، The Outcasts يتكلمون. روبي سوهو تقول قصة وأنا نمت، كون صريح معاكم،
لين ما جيمي هيتر وبريد بيكر هاجموهم وتشوفهم ماسكين حزام. اوه ما نفع الموضوع. وريهو وصلت مع سكاي بلو وويلو نايتنجيل. شكله مطولين مع القصة هذه يا شباب. نعم والبيلا توينز أو الغارسيا توينز ما ظهروا هني. بس في نقطة، كلام جيم كورنت يوم قال شكله ريهو بتموت نفس هانا كامورا اللي انتحرت لأنها حذفت حسابها في تويتر، أشوفه كلام قذر جدا. حتى لو تكره الاتحاد خصوصا كيني أوميجا واليونج بوكس وعندك جمهور خايس يتابعونك، مو معناتها تتمنى الموت لأي مصارع إن كان. يعني هذا اللي وصلت له الحين، هالنوع من المحتوى والمصيبة وين تلاقي خمسة كرشتهم يوصل الأرض يدافعون عنه، يقولون لا هو عنده دافع واحد يبغي يحفظ احترام مجال المصارعة، يحفظ شو خف علينا عاد ثلاجة أنت. مصيبة تابعة مرات عنده كلام حلو عن المجال خصوصا مع الناس اللي ما يشخصنها معاهم، كلام يكون جميل عن المصارعة. بس الأمور هذه لم تعد مصيبة ما يسويها غير مع نجوم AEW. إذن قول كلام نفسه عن نجوم WWE. تبغى تشتغل معاهم مرة ثانية ولا تبغي الهول أوف فيم؟ زفت بزفت والله العظيم. بعض الشياب بالذات الناس اللي مو موجودين في المجال الحين يكون لهم بودكاست يعطونك آراء أخيس من رأسهم يخربون أم المجال. عندك واحد نفس إكس باك متى ما تكلم عن المصارعين والسيجمنتات دائما يمدح الشباب، وإذا انتقد يتكلم بشكل واقعي يقول وجهة نظره لدرجة أن تساعد المصارع الثاني، على عكس الشايب هذا زفت. خلنا نسولف عن شيء مفرح، المين إيفنت مباراة ألقاب الثلاثي يا شباب الإليت ضد البيت الأسود وفريق جيريكو. قدموا مباراة مجنونة، أكشن في كل مكان، الجمهور حاب عيال الديرة هم جيريكو وكيني أوميجا، وأكثر واحد برز في المباراة كان برودي كينج. عطوه كم سبوت وبتلاحظ فرق شاسع من قسم الثلاثي وقسم التاك تيمز، تشوف فرق تستاهل أسامي ثقيلة. وفي نص المباراة يحطون في الزاوية أن الدارك أوردر قاعدين يضاربون مع البي سي سي ورا الكواليس، فالفترة القادمة بنشوف فينيكس بيكون فردي شوي، بنرجع للموضوع هذا. بس اللوتشا بروز ومارك بريسكو لمحوا أنه يمكن يلعبون على القاب الثلاثي، فيمكن يبعدونهم يخلون فينيكس يلعب مباراة مبارتين، وأتوقع الفايز بين فريق هانجمان بيج وفريق موكسلي اللي بتصير قريبا راح ينافسون على الألقاب الآن. بعدين اللوتشا بروز مع مارك بريسكو نشوف 3-1 نسكافيه على جيريكو، والحبيب هاجم بعصا البيسبول وخذ له بلاك ماس. بعدين دانتي انفيرنو يحتفظ البيت الأسود. مباراة جميلة يا شباب، روحوا شوفوها أكيد. جيك هيجر حاول يهاجم بس ما نفع الموضوع. بعدين تشوف البي سي سي وبيج واقف في نص الحلبة، ولكن من ينقذه؟ كيني أوميجا واليونج بوكس، بنشوفهم مع بعض قريبا يا شباب. أخيرا بيبتعد عن الدارك أوردر وتجمع الأصليين مع بعض، الإليت اللي بدوا الاتحاد هذا وكانوا الأساس في الاتحاد. الله عليك يا توني، ما نسى بدايته. والأمور اللي قاعدين نشوفها الآن أكون صريح معاكم شيء مفرح نتحمس فيها للعروض القادمة، وإذا عدل في بعض الأمور أهم بتكون فترة جميلة نتحمس له في سنة 2023. بس صراحة نهاية المباراة كانت لخبطة في كل مكان، ما فهمنا شيء غير موضوع هانجمان بيج مع الإليت، والقسم متروس فيه مواهب لدرجة سحبوا على التاك تيمز. أنا أقول نصق بينهم، والبعض اللي ما عندهم قصص خليه فردي. وشفنا الخبر يوم قالوا بيكون في عرض ثالث لـ AEW اللي على حسب الأخبار يقولون بيكون للسيدات. كيف سيدات حبي؟ القسم ضعيف عندك في العرض الأصلي، تبغى تبني ساعة كاملة معاهم؟ خلى رينج أوف أونر وابرز النجوم الموجودين فيه. عرض اليوم كان إيجابي مع سيجمنت MJF، عرفنا وجهة لقب العالمي مع النجوم الصغار. انضمام تايا فالكري يعتبر إضافة، لو بدالهم بخليها تلعب ضد جيمي هيتر، وإذا جيد عندها ستريك خليها تكمل بالطريقة هذه لما ترجع كريس ستاتلاندر. أورنج يحتفظ باللقب هم يعتبر زين، والمين إيفنت مجنون. نرجع لراي فينيكس قال يبغي فرصة على لقب TNT، فالمباراة هذه بتصير في رامبيج ضد ويلو ضد ويلي هوبز، وبنشوف مات منارد ودادي ماجيك ضد البوليوود بويز. زين حصلوهم بعد ما دمرهم راندي أورتن. عاد تايا فالكري بيكون لها مباراة واسبوع القادم في داينامايت بنشوف مباراة نو دي كيو بين هوك ضد ستوكلي هاثوي. من الآن نقول الولد والمانجر الجميل وفريقك خايس، الفيرم صراحة خايس. جي جي برو، شكرا لكم جزيلا على المتابعة والدعم المستمر. لايك وسبسكرايب لا تنسون، دائما أبدا بينكم 1